السلام عليكم ومرحبا بكم. كنتمنى تكونوا على خير وبخير. عواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله نحضروا وصفه كامله مكموله، طبق رئيسي وسلطه ديال الخضر. اول طبق رئيسي اللي هو بايلا، كلشي كيعرفها، كنحضرها بواحد الطريقه بسيطه يمكن لاي مبتدئه تحضرها وتصدق لها من اول مره، والسلطه ديال الخضر وكل شيء على البخار. كيف ما كتشوفوا انا استعملت هذه الاله، نبخر بها الخضر اللي عندي، نحضر بها السلطه ديالي. يمكن لكم تستعملوا كسكس اللي عندكم عادي او لا، المهم اي طريقه. الا كنتوا كتفضلوا الخضر مسلوقه سلقوها، المهم هي هذه الطريقه هذه ديال البخار كتبقى صحيه واحسن من مسلوقين. والصراحه هاد الاله هادي الا جبرتوها غير شريوها، كتنفع بزاف. كتحضروا الماكله ديالكم كتخليوها كتبخر وكتمشيو تقضيو الاشغال ديالكم، تخرجوا ولا تدخلوا للدار كتلقاو الماكله ديالكم واجده، كتبخر فيها السمك، الدجاج، اللحم اللي بغيتي كتبخروا فيها، والخضر والروز كيف ما كتشوفوا. هنايا انا كنغسلته جوج مرات باش ما كيبقاش فيه ديك النشا ديالو. من بعد كتعملوه مع الماء وشويه د بغيتو تعملوا الملح والزيت، هو هذاك ما بغيتوش كتخليوه حتى كيتبخر عادي. كذلك عمل جوج بيضات حتى هما يتبخروا. المهم انا قلت لكم هاد الاله كتنفع تبخروا فيها اي حاجه بغيتو. كنخليوهم يتبخروا المده ديال 50 دقيقه تقريبا. المهم في جهه اخرى كنكونوا كنوجدوا بايله ديالنا والخضره ديالنا كتكون كتبخر. كيف ما كتشوفوا في واحد المقلاه كنوضعوا ملعقتين من الزيت النباتي، كنضيفوا عليها كذلك البصل والثوم المفروم، كنشحروها شويه. من بعد كنضيفوا عليها الفلفل، عندنا فلفله صغيره حمراء وفلفله خضراء. مهم هاد الانواع هادو تقدروا تستعملوا اي كولور عندكم ديال الفلفل. كذلك كنخليوها تشحر شويه، كنزيدوا عليها شويه د الملحه كيف ما كتشوفوا. دائما مع استمرار في التقليب كنحركوها مزيان. زيدوا شويه د زيت نباتي تقريبا واحد جوج ملعقات ديال الزيت، زيت الزيتون عفوا. كذلك عندنا الكمون وشويه د الكركم، شويه ديال العطريه ديال السمك اولا العطريه ديال البايله الا كانت عندكم، كذلك فلفل احمر، شويه د سكنجبير، شويه د ملون غذائي حتى هو كيساعدنا يعطينا واحد الكولور موحد للبايله ديالنا. كذلك جوج مغرفات كبارين ديال الصلصه ديال الطماطم. هنايا عندي خليط من فواكه البحر كيتباع موجود في الساشيات، عندي تقريبا 4 كيلو. وهنايا عندي شويه ديال الكروفيت اولا القمرون 500 غرام، ما ناخذ بعد الوحدات منه. غادي نعملهم مع ديك الخليط اللي سبقنا وحضرنا، وبعد منهم غادي نقليهم بوحديتهم. المهم نعملهم شويه يتشحروا في الزيت بوحديتهم كيف ما كتشوفوا. من بعد ما تشحروا لنا هذيك فواكه البحر اللي عملنا مع الخليط ديالنا، كنضيفوا عليه شويه ديال القمرون، كنخليوه يكون عندنا منقي مغسول بالقشور ديالو باش كيزيد يعطينا واحد اللذة في والمذاق ديال السمك في البايله ديالنا. كنخليوه غير يطيب شويه. كيف ما كتعرفوا الجامبا ولا القمرون ما كيديش معنا الوقت بزاف في الطياب، 7 دقائق 5 دقائق كيكون واجد. هنايا عملت شويه ديال الجلبانه تسلق، ما تخليوهاش يتسلق بزاف. المهم كتبقى شابره الكولور ديالها خضر، غير كتحسوا بها طابت كتحيدوها. ضفت حتى هي على ديك الخليط ديال البايله اللي كنحضروا كيف ما كتشوفوا. من بعد كنزيدو شويه ديال المرق د هذيك الجلبانه تقريبا واحد 70 مليلتر،
اللي كتشوفوا. من بعد كنضيفوا شويه ديال الزعتر كنحكوه فوق منه، ايوا كنخليوها تطيب شويه. في المقابل كنجبروا الخضره ديالنا والراوس ديالنا تبخرنا كيف ما كتشوفوا، كيجي الحبات ديالو مفرودين بحق الا غسلتوه مزيان باش كتحيد منه ديك النشا وما كيجيش معجن كيتلصق. وكنضيفو مباشره على الخليط ديالنا وكنحركوه مزيان حتى يندمج لنا الرز مع العناصر اللي في المقلاه كاملين ويتشرب لنا ديك المرقه ديالها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. المهم كنحاول ما نسربيش الفيديو باش تشوفوا المراحل بالضبط كيفاش عامله. بالنسبه لاي وحده تكون مبتدئه تشوف اللقطات من الاول حتى للاخر، وان شاء الله كنتمنى تجربوا هذه الوصفه كتجي لذيذه بزاف وكنتمنى تعجبكم. المهم كنستمروا في التحريك، كنخلطوا الرز مع العناصر اللي كاينين كاملين باش كيندمج معاهم ويتشرب لنا المرقه اللي كاينه. هي كتكون عندنا وجدت، كنخليوها على جنب كيف ما كتشوفوا اللون ديالها كيجي رائع والمذاق ما تشبعوش منه ان شاء الله الا جربتوها وغادي تشكروني عليها. وما تنسونيش كيف ما كنقول لكم دائما اللي مازال ما مشتركش يشترك في القناه وبارطاجيو لي القناه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. كيف ما كتشوفوا الخضره ديالنا هي تبخرت، دابا غنحضروا واحد لاصوص سهله وبسيطه مكونه من زيت الزيتون والثوم والربيع اولا المعدنوس كيف ما كتقولوا له وشويه ديال الحامض. كنعصروا شويه ديال الحامض تقريبا نصف ليمونه خضراء صغيره ومع جوج فصوص ديال الثوم وشويه ديال الربيع وزيت الزيتون تقريبا واحد ثلاثة ديال المعالق ديال زيت الزيتون وكنطحنوا كلشي. وهنايا في هذيك الكروفيت اللي قلت لكم كانوا باقي لنا كنضيفوا لهم شويه ديال الزعتر شويه ديال الفلفل الاحمر وكمون وكنضيفوا لهم كذلك شويه ديال الملح. مهم الملح والعطريه كتبقى على حسب الذوق ديالكم كتحكموا فيها زيدوا ولا نقصوا. المهم شويه ديال واحد العصره ديال الحامض حتى هو ديك الحامض اللي كنا استعملنا. من بعد كنضيفوا شويه ديال الزيت النباتي وهنايا كنضيفوا ديك الصلصه اللي كنا طحنا مسبقا واحد ثلاثه ديال المغارف تقريبا وكنغطيو عليها شويه غير كتشحر كيف ما كتشوفوا دغيا ما كطيب كتدي معنا من 5 دقائق حتى 7 دقائق مع التقليب. المهم كنغطيو عليها باش كتزيد تطلق لنا ديك المرقه ديالها وهاد المرقه اللي طلقت هي اللي غادي نزيدو نسقيو بها الروز ديالنا باش يزينا من السم اكثر بالمذاق ديال كروفيت على هذا الشكل هذا. وهنا الخضره ديالنا ملي كنزيدو عليها ديك الصلصه اللي سبقنا وحضرنا اولا يمكن نستعملوا المايونيز اولا اي حاجه. المهم هذه صحيه احسن من المايونيز ديال الزنقه ولا عملتوا مايونيز في الدار هي كتبقى مزيانه وكتجي فيها مذاق رائع. طبعا كتكونوا عملتوا ولا شويه ديال الملح على حسب الذوق ديالكم عاد كتضيفوا لديك لاصوص اللي سبقنا وحضرنا. ودابا كندوزوا لطبق التقديم. اول حاجه كنغرفوا بايله هي الاولانيه كنعملوها في الوسط على هذا الشكل هذا. من بعد كندوروها بالصلاه ديالنا اللي كنا حضرنا
المهم ثم الطريقة ديال التقديم كيبقى أي واحد حر فيها. أنا ارتأيت هذه الطريقة، هذه عجبتني وكنذوقوا بديك الجمبام أو الكروفيت من جناب ومن فوق، كذلك ديك جوج ديال البيضات اللي كنا بخرنا حتى هما كنذوقوا بهم على هذا الشكل هذا. كنتمنى اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم، وما تنسونيش من جيم واشتراك والتعليقات ديالكم المحفزة، وشاركوا القناة مع الأصدقاء ديالكم وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد إن شاء الله. كنتمنى لكم عواشر مبروكة وعيد مبارك سعيد. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.